زي مدرسي موحد وحضور معتبر للتلاميذ والطواقم التربوية، هكذا يبدو المشهد في بعض المؤسسات التعليمية بمدينة العيون في اليوم الثالث من أيام العام الدراسي الجديد. وللوقوف ميدانيا على ظروف الافتتاح وسير العملية التربوية في هذه المدارس، أدى الوالي المساعد للحوض الغربي الوالي وكالة السيد باعليون عبد الرحمن زيارة ميدانية شملت عدة مؤسسات تعليمية في المدينة. وفي كل هذه المحطات استفسر الوالي عن مستوى حضور التلاميذ وعاين سير تقديم الدروس ومستوى الالتزام بتطبيق القرار المتعلق باستقبال جميع تلاميذ السنة الأولى ابتدائية في المدارس العمومية في إطار تجسيد مفهوم المدرسة الجمهورية. الحمد لله، اليوم عدنا مدي زيارة للمدارس. تعرفوا سنة فقرية بدوت، والحمد لله في مستوى الولاية فقرية بدوت حازنا حضور معلمين وتلاميذ. جبنا ما شاء الله عندنا نقدم لهم مستوى الولاية. الزيارة شملت كذلك المدرسة الملحقة بمدرسة تكوين المعلمين، حيث اطلع الوفد على سير الدروس ومستوى حضور التلاميذ وطواقم التدريس في هذه المؤسسة النموذجية. نظرا لأن اليوم في هذه الزيارة اللي قمنا بها لبعض المدارس وبعض الإعداديات ومدرسة تكوين المعلمين، وقفنا مباشرة على اكتمال تام لانطلاق السنة الدراسية. لهذا في هذا الإطار شاكرين ومثمنين هذه الفكرة اللي عدل رئيس الجمهورية والقرار اللي قبل انطلاق المدرسة الجمهورية. نقوم بزيارة للمدارس بنت خويلدين ومدرسة تكوين المعلمين المدرسة الملحقة، تمت هذه الزيارة بظروف حسنة، وتم توزيع الزي المدرسي على كل التلاميذ. وتعد هذه المدرسة مؤسسة نموذجية توفر تعليما متميزا لنحو 60 تلميذا موزعين على 6 فصول مدرسية. على مستوى المدرسة الملحقة، مدرسة تعتبر مدرسة نموذجية لأن عندها قدر من الظروف اللي موفر لها، وهي حالا جاهزة، وسنكون بإذن الله على مستوى تطلعات قطاعنا وعلى مستوى تطلعات رئيس الجمهورية وما ينشد وراء المدرسة الجمهورية التي ترمز للإنصاف والأخوة والانسجام وتقوية الرحمة الاجتماعية. وتعلق الأسرة التربوية المحلية آمالا كبيرة على العام الدراسي الجديد الذي يتوقع أن ينعكس على مخرجات النظام التعليمي في الولاية. الحسن تباب، قناة الموريتانية.